السلام عليكم، كلية المصطفى الجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، وياكم أستاذ صفا. اليوم راح نشرح مادة الرياضيات المرحلة الثانية. راح نشرح شلون نستخدم الحاسبة ونطلع عن طريقها determinant of matrix. أول شيء إحنا عندنا الحاسبة العلمية، فشلون هنستخدمها على مود نطلع determinant بطريقة أسرع. أنا شرحت لكم determinant، شرحت الinverse of matrix بالمحاضرة السابقة، وثبتت لكم شلون بداخل المحاضرة شلون هنجري عملية استخدام الحاسبة ونطلع الديترمينت. فأول شيء أنا ثبت الخطوات، أول شيء أون للحاسبة، بعدين نروح على المود، ندوس رقم 6 اللي هي ماتريكس مثل ما تلاحظون هنا على 6، فهنختار السادسة، نختار أول شيء الديترمينت أي مثلا على مود نخلي بيها الإليمنت العناصر، نختار الـ M في N مثلاً. أنا حجرب هسه على الـ order 2 في 2، فنختار الرقم 5 يدل على أنه 2 في 2، فهنأخذ الرقم 5. شوفوا طلعت لنا matrix والelement هي 2 في 2 الـ order، ونجي ندخل الـ matrix enter element of matrix، ندخل العناصر، فنجي ندخل العناصر، هنخلي هنا 4 بعدين يساوي 2. هنأخذ هذا الـ example حتى نتأكد أنه هذا الاكزامبل تذكروا اللي اخذناه بالبدايه، 4 2 5 3 عناصر مسبوقه حتى نتاكد من الديترمينت، 4 2 و 5 و 3. طبعا لازم تدوسون يساوي حتى تنزل هنا العناصر. بعدها احنا هسه دخلنا الاليمنت، بعدها هندوس اي سي، هذا الاي سي انا متخزن عندنا، بعدها شيفت، هندوس شيفت ورقم 4 مثل ما تلاحظون الأربعة مكتوب فوقها ماتريكس، فحنضغط ماتريكس. احنا شو نريد؟ نريد ديترمينت، فحنضغط الرقم 7. همين نرجع حتى نختار شيفت وماتريكس حتى نختار الديترمينت اي احنا اللي دخلنا بيها، فنختار رقم 3 ونسد القوس، شكد حتطلع عند الديترمينت 2. اذا نرجع للإكزامبل، طلعت لنا الديترمينت هنا 2. فهاي طريقة سهلة باستخدام الحاسبة العلمية حتى توجدون الديترمينت اوف ماتريكس. تريدون تراجعوا هذا الطريق للحاسبة اللي كانت عليه الكمبيوتر، يعني تضغطون الرقم 1 رجعت لكم الحاسبة الاعتيادية. الخطوات سهلة وبسيطة، بس يراد لكم شوية تتدربون عليها. ودعتكم اي سؤال تسألوني بالكلاس روم.